السلام عليكم. الاسم الكامل فؤاد بن دريس، فنان تشكيلي، في نفس الوقت أستاذ ديال مادة التربية الفنية أو التربية الجمالية أو التربية التشكيلية بوزارة التربية الوطنية بمؤسسة موسى بن نصير بنيابة الخميسات، كذلك مؤطر ومنشط محترف أو مرسم فضاء الفن المتواجد بالخميسات. هذا المرسم هذا اللي حليته لفائدة الأطفال والشباب والكبار، إذا لفئة عمرية مختلفة للاستفادة من الورشات في كل ما يتعلق من صباغة، رسم، خط عربي، ديكور، دروس في الهندسة المعمارية ثم الديزاين. هذا المرسم هذا اللي تنشط فيه رفقة مجموعة من الأطفال، هاد الأطفال اللي كنلقى راسي معاهم، الأطفال اللي كنتذكر الطفولة ديالي معاهم انطلاقا من ديك الخربشات وديك الرسومات وديك الخطاطات اللي كيديروا، دائما يبهرونني وأجد نفسي منبهرا أمام منجزاتهم وأعمالهم الطفولية التي تسيطر عليها التلقائية في الألوان والتلقائية في الخطوط، يعني البعد عن الموضوع. وأنا كفنان تشكيلي استلهم مجموعة من المهارات من خلال هاد الخربشات وهاد الرسومات ديال الأطفال. إذن فنحن في مرسم فضاء الفن، إذن كتكون تجربة أو كتكون ممارسة الفعل التشكيلي متبادلة يعني بيني وبين الأطفال اللي كنأطر. إذن كنعطيهم نظريات، كنعطيهم قواعد في الرسم، في اللون، في الصباغه، وفي نفس الوقت كان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بالنسبه للمرسم ديال فضاء الفن اللي تاثروا الاستاذ الفنان التشكيلي الكريم والرجل الخالق والمهذب بطبيعه الحال استاذ فؤاد بن دريس، اللي عندي يعني معرفه شخصيه، ولولا ما كنعرفش الاخلاق ديالو والكفاءه ديالو في المجال ديال الفنون التشكيليه والخط العربي ما كنتش غادي نجيب وليداتي لعندو، يعني ما جايبهمش من فراغ، ولكن عارف كندير. اولا الاخلاق ديالو، ثانيا الكفاءه ديالو في المجال ديالو، ثالثا بغيت الوليدات ديالي مع رفقات الوليدات الاخرين تنشوفهم تما تيحضروا هنا في الفضاء، وتم تما يخلوا يعني لنا هذه الفنون، هذه فنون جميله، وتكسبهم واحد يعني واحد الخيال، واحد الهدوء، واحد المعارف ومهارات اخرى، وتم تما يكتسبوها. هذا هو اللي كاين في هذه العمليه هذه. دونك انا مرتاح مع الاستاذ فؤاد بطبيعه الحال، وحضرت تنجي وكنشوف يعني تبارك الله عليه واحد الروح مرحه، روح سلسه، الطريقه باش كيوريهم، باش كيعلمهم، باش يعلمهم يرسموا ويكتبوا الخطوط ذلك بواحد الهدوء وبواحد اللباقه وبواحد البيداغوجيه بطبيعه الحال. وهذا ماشي غير على الاستاذ فؤاد، لانه استاذ ديال الفنون التشكيليه، وانا ديما ترجع الاخلاق والكفاءه، وهذا كتميز الاستاذ فؤاد، وهذا انا مرتاح الحمد لله في هذا. وكنشوف انا حفصه الملولي، وكندرس في المستوى الخامس وفي السنه وندي 10 سنوات. شنو هي القواعد اللي تعلمتو؟ تعلمنا كنديرو نصبغو وكنديرو زعما نبدعو وداكشي، اوكي ورينا استاذ فؤاد مزيان كلشي. هو عزيز علينا حتى يورينا وظريف معنا، وتنقول له شكرا. مرسم زوين والتحقت ليه حتى عندي الموهبه، وبغيت نخدم ونتعلم قواعد ديال الرسم ونعرف بعض القودات في الرسم. شحال من حصة تديرو؟ كنديرو حصتين من 4 ل 6. شنو
القواعد اللي كتعلموا بالنسبه للناس؟ شنو القواعد اللي تعلمتي؟ الشكل الغلافي وكيفاش نرسموا الطبيعه والترتيب ديال الرسم ديالنا والتوازن.